صباح الخير، معكم ليث أحمد، ميك اب ارتست بعمان الأردن. اليوم رح نعلمكم أساسيات المكياج، كيف نعمل الفاونديشن، كيف نعمل الكونتور، الهايلايت بالوجه بطريقة حلوة، بطريقة نظيفة، بدون ما يكون اللوك عندنا مبالغ فيه. فأول إشي رح نبلش طبعاً من أساسيات الميك اب اللي جداً مهمة، إنه نرطب البشرة ونستخدم برايمر. البرايمر اللي بنستخدمه عشان يعمل لنا نضارة بالوجه ويزيد لنا من طول عمر الفاونديشن على الوجه. وعلى الأغلب هاي الأشياء بنستخدمها إحنا بأيام الصيف، لأنه الصيف عندنا الجو فيه بيكون كتير حامي، فبنحاول إحنا قدر المستطاع نطول عمر الفاونديشن باستخدام البرايمر. فأول خطوة رح نستخدم برايمر للصبية هنا للموديلين بشكل بسيط، نوزعه على الوجه بفرشاية، أو حتى يعني أنا هلأ لأنه إحنا أفضل أني أستخدم الفراشة بشكل عام أو البيوتي بلندر، بس اليوم رح نستخدم لها الفراشة عشان أفرجيكم، رح أعطيكم أكثر من أوبشن عشان نشوف يعني كل ناس بفضله يا أنهم يستخدموا الفراشة يا أنهم يستخدموا البيوتي بلندرز، بس هذا خيار برجع بالأخير للإيش بترتاحي أنت معاه أكتر بالشغل. طبعاً دائماً ما ننسى منطقة الرقبة وننزل عليها البرايمر، لأنه لازم دائماً بالفاونديشن ننزله على منطقة الرقبة عشان ما يبين في عندنا فرق كتير بين لون الجسم ولون الرقبة. بعد هيك رح نبلش بالفاونديشن. يعني دائماً بحب أستخدم إشي زي هيك نحط عليه الفاونديشن، بيكون أسهل لإلي بالشغل، ومنبلش نوزع فيه على البشرة. رح أبلش أول إشي بفرشاية، أسهل عشان يحط لي إياه على كامل البشرة بدون ما أتغلب. بدنا طبعاً نوزع، بنوزعه بطريقة منيحة ومناخد وقتنا. يعني أهم إشي بالميكاب واللي هو أساس الوجه، إذا أساس الوجه طلع عندكم تمام، الميكاب بتغير وبصير عندكم أنظف بكتير من ما إنه بس يعني نحط الفاونديشن على الوجه ونتركه. بنوزع بطريقة، ما بننسى الرقبة طبعاً أهم إشي. بعد هيك بناخد اسفنجة مبلولة بنوزعها، بنوزع الفاونديشن اللي حطيناها مظبوط. طبعاً كمان ما ننسى المناطق الصغيرة اللي بالوجه، دائماً صعب إنه نوصل عليها الفاونديشن، فبدنا نحاول بالعملية الطبطبة نوصل لهاي المناطق اللي هي حوالين الأنف، زوايا العين. وبهاي العملية منكون إحنا جهزنا الفاونديشن للوجه بطريقة ناتشورال وبطريقة حلوة، عشان ما يبين فيه كتير طبقات على الوجه. خذوا وقتكم بالدمج أهم إشي. بعد هيك رح نبلش بالكونسيلر، قبل ما نبلش بالكونتور عشان افتح لها المناطق اللي بدي اياها بالوجه عشان تظهر معالمها مظبوط. فبهاي العاده احنا بنروح على منطقه اول إشي تحت العين، نضويها، نرفعها شوي لفوق عشان نرفع المنطقه تحت العين لفوق شويه اللي هي هاي المنطقه. وعادةً كمان يعني الكونسيلر بنقدر نستخدمه كمان كبديل كهايلايت، نضوي فيه مناطق الوجه اللي بدنا نضويها. فبحالة الموديل هون حاب أضوي هاي المنطقة عشان تظهر عندي، تطلع عندي، ما تضلش داخل كتير لجوا، وشوية على منطقة الدقن هون. بعد هيك بحب أستخدم أنا كتير البيوتي بلندر السبونج عشان ندمج الفاونديشن الكونسيلر تحت العين. وبهاي الطريقة بنكون ضوينا المنطقة اللي تحت العين وعطيناها، بتعطي نضارة حلوة للوجه. بس طبعا بدنا نعرف شغلة، انه ما بصير نروح بكتير درجات افتح بالكونسيلر عشان عندنا المنطقة تحت العين ما تقلب على رمادي، فبنحاول يعني افتح من لون البشرة بدرجتين، يعني ماكسيموم 3 درجات عشان ما يبين الفرق عندنا كتير. نضوي هاي المنطقة هون شوية كمان.
ندمج دائما منيح، هذا اهم شيء بتعملوه باساس الوجه اللي هو الدمج. دائما ادمجوا عاد ما بتقدروا لحتى ما الوجه يكتل ويبين عنا انه في كثير طبقات محطوطه على الوجه. رح نبلش هلا نعمل هالكونتور، ودائما اساسيات الكونتور مش وحده لكل وجه، بس هي طبعا يعني خطوات بسيطه جدا ممكن تبرز لنا معالم الوجه، نصغر فيها الانف، نظهر فيها الفك اكثر، عظمه الخد اكثر. فبهاي الحاله لازم مع البشرات الفاتحه دائما نستخدم شيء الاندرتون تبعته تكون على لون رمادي اكثر، اما مع البشرات الغامقه نستخدم شيء يكون الاندرتون تبعته جاي على الالوان البرتقاليه اكثر، يكون فيها دفى. فمع الموديل هنا راح نستخدم لها اللون، يعني راح استخدم لها لونين هلا، هنا راح نستخدم لها هذول اللونين، هم كريم. هلا بدنا نبلش احنا بالاشياء اللي لسه الليكويديه عشان نعمل فيها الكونتور. راح نحدد، يعني سهل جدا، انتم دائما لما بدكم تعملوا الكونتور نبلش نشوف وين عظمه الخد، نبلش هنا ومنها بننزل بنعمل خط بسيط هنا. وهلا طبعا هذا كله بندمج معانا، بس بنبلش خط هنا في الوجه اللي عندي، بنعمل نفس الخطوه اللي عملناها هناك بنحطه هنا. وطبعا كمان ما ننسى الانف، الانف بنعمل له هون. الانف مو دائما لازم نبلش في الكونتور فيه من فوق، حسب حجم الأنف. يعني أنا حابب مع الموديل اليوم بس أصغر لها المنطقة اللي تحت، فعشان هيك بلشت أنا في الكونتور بهاي المنطقة. وبعد هيك شوية كمان الجو لاين، عظمة الفك هنا بدي أبينها شوي بزيادة أكتر، فعشان هيك عم بحط على هاي المنطقة. وهلأ بحب أستخدم أول إشي فرشاية عشان أدمج فيها الكونتور، اسهل لي بتكون. وبعد هيك طبعا برجع بطبطب على نفس المنطقه بالبيوتي بلندر. طبعا واهم شيء لما ندمج الكونتور ما نخلي فيه فاصل بين المنطقه اللي هي الهايلايتر ومنطقه الكونتور، لازم دائما ميك شور انه هاي المنطقه تكون مدموجه مع اللي فوق بشكل تام. وطبعا بفضل دائما لما يكون في عندنا يوم طويل بشكل عام لازم نبلش بكونتور كريمي، اللي هو نستخدم مثلا فاونديشن. يعني الكونتور ما فيش له برودكت معين او شيء معين، بنقدر نستخدم له فاونديشن مثلا اغمق من لون الفاونديشن تبع الوجه باربع خمس درجات، او حتى مثلا الكونسيلر اذا في عندك كونسيلر غامق ممكن كمان بالكونسيلر نقدر نعمل فيه كونتور بشكل حلو. يعني أنا اليوم استخدمت للموديل هنا فاونديشن للكونتور وبيعطيني نتيجة طبعاً حلوة كثير. وما ننسى الأنف طبعاً نعمل له دمج مظبوط كمان. طبعاً لسه هاي أول ستيب من الدمج، بحب أخذ وقتي وأنا بدمج لأنه هذا أهم إشي عشان ما أبين عندك خطوط كثير بالوجه. نرجع على منطقة الجولاين كمان. وهلا بحب ارجع اعمله، هلا بنقدر نستخدم سيتنج سبراي او اللي هو المثبت للمكياج او الشيء اللي بنقدر نستخدمه. يعني هو بالاند اوف ذا داي هو بس يعني اعتباره انه كميه، بحب ارش البيوتي بلندر عشان ادمج فيها بشكل احلى وتمتص لي اي زوائد من الوجه اللي حطيته على الوجه بالكريمز. فبس بطبطب على المناطق اللي حطيت فيها الكونتور هلا، نلف شوية. وأهم إشي الدمج، خذوا وقتكم بالدمج، ما تستعجلوا لأنه هاي الستيب جدا مهمة بنظافة المكياج. طبعا رجعت هلا بشوية بنفس البيوتي بلندر اللي استخدمتها للكونسيلر، رجعت نظفت المنطقة اللي تحت الخد هون عشان نقدر نبينها يكون فيها هاي المنطقة ضوء عشان تضوي وترفع لنا منطقة الخد بشكل أحلى. وهيك بنكون احنا خلصنا أساس الوجه، بس طبعا كله كريمز، لسه ما ثبتنا أي إشي
بي باودر زي ما بنشوف كيف عندنا منطقة تحت العيون كيف صارت مضوية، كيف عظمة الخد عندها صارت محددة بالكونتور أكثر، كيف منطقة النوز عندها هنا صغرنا لها إياها شوية بسيطة كثير. رح تبين أكثر طبعاً معنا لما نثبتها بالباودر. وهلا اللي بحب أعمله أنا عادةً، في ناس بفضلوا أنهم يثبتوا أول إشي الفاونديشن ببودرة مضغوطة، بس أنا كثير بحب أستخدم بودرة حرة لتثبيت الفاونديشن بالأول، وإذا احتجت كفرج بزيادة تغطية أعلى بقدر أستخدم اللي هي البودرة المضغوطة، لأنه الفرق بين البودرة المضغوطة والبودرة الحرة أنه البودرة الحرة ما بتعطيني أي تغطية زيادة للوجه، بس البودرة المضغوطة عادةً تعطيني كفرج عالي للوجه. بس احنا بهاي حالة لانه البنت ما يعني الموديل ما في عندها عيوب كتير ببشرتها، فما بنحتاج نزيد بزيادة باودر على وجهها عشان الوجه عندي ما يكتل. بس بناخذ بنفس البيوتي بلندر اللي استخدمناها او البيوتي سبونج، بناخذ بشكل بسيط اللوس باودر. طبعا طلعي لي لفوق حبيبتي. طبعا قبل ما نثبت الكونسيلر لازم تو ميك شور انه ما في خطوط تحت العين، عشان لو ثبتنا الخطوط تحت العين وبالباودر راح يضل شكلها مبين. فميك شور بس بطرف البيوتي بلندر شوي نمشي الخطوط قبل ما نثبت، ونثبت المنطقه هاي بالباودر. بدنا نعمل نفس الشيء هلا على المنطقه الثانيه، على الجزء الثاني من الوجه، بنثبته بباودر. وطبعا هلا في كثير بنات بيعانوا من مشكله صغيره اللي هي الخطوط اللي حوالين التم. عاده يعني شو ما كان نوع الفاونديشن الا ما يتجمع في هاي الخطوط، فبحب دائما اعمل اللي هو اخذ كمان لوس باودر اللي هي البودره الحره واثبت فيها المنطقه اللي هي هنا عشان تساعد ما انه تصير عندنا كثير تتجعد المنطقه كثير او يدخل فيها الفاونديشن. وبعد هيك كمان عشان أضوي منطقة عظمة الفك أكثر بحب أخذ شوية لوس باودر هون كمان أحطها. بعد هيك عشان أثبت الباقي المناطق اللي ما ثبتها لسه باللوس باودر بحب أخذ فلافي برش، برش كبيرة، أخذ بس إشي بسيط كثير من اللوس باودر وأمشيها على كامل الوجه بوين ما استخدمت الأشياء الكريمي، لأنه يعني ما بدنا كثير الوجه يكون فيه شاين، بدي الوجه يكون مات، وأنا ألعب بإضاءة الوجه زي ما بدي مع بالهايلايتر. يعني إحنا هيك بنكون ثبتنا الوجه تماماً. هلا بنقدر نشتغل بأي برودكت باودر عشان نقدر هلا نظهر الملامح عندي أكثر، اللي هي عظمات الخد، نصغر الأنف بزيادة شوية، نصغر كمان الفك تبعها كمان بشيء بسيط. فهلا خلصنا احنا من مرحله اللي هي اللوس الباودر، وزعناه على كامل الوجه، ثبتنا منطقه تحت العين بكل هاي اللي هي بالبودره الحره عشان يضاين معنا الفاونديشن لوقت اطول سبيشالي في ايام الصيف. هلا بحب ارجع دائما ببودره مضغوطه، بس بودره مضغوطه ما فيها اي كفرج بالمره، بس عشان تعطيني ترجع لي لون الوجه بعد ما حطينا اللي هي البودرة الحرة، عشان ما يكون في عندي تبين البشرة كتير هادية، بس عشان أحدد لها المناطق اللي استخدمنا فيها الكونتور، عشان طبعاً أضوي لها منطقة الأنف يبين عندي الكونتور اللي عملناه. بحب الباودر تكون لونها أفتح من الباودر اللي استخدمتها، بس هو بإشي بسيط أحطها على نص الأنف هنا بش هذا الشكل. بعد هيك هلا البودرة اللي تحت العين إحنا لسه ما شلناها الحرة، فبجيب فرشاية ما عليها ولا شيء وبنظف تحت العين، بشيل الباودر الزايدة. هلا بضل عنا طبعا نعمل اللي هي حركة اللي هو نضوي الوجه شوي نرجع فيه حياة، وبهاي الحالة بنستخدم بلاشر، يعني حسب كمان لون البشرة اللي عندنا. حاب استخدم اشي يكون على لون البرونز الفاتح، فبنخلي الموديل تضحكي لي شوي بالله، وبنحط دائما البلاشر بنبلش فيه على عظمة الخد هنا، ما بنطلع فيه اكثر الا حسب طبعا انه هذا اللوك اللي احنا رايحين له. بس احنا اليوم بس بدي اضوي شوي الوجه بشكل بسيط جدا
ونحط البلاشر فيه هاي المنطقة. طبعاً البلاشر دائماً أسهل شيء إنه نستخدم معاه برش لنحطه للوجه. طبعاً مرات ممكن تصير عندك غلط في البيت، تحسي إنه مثلاً زاد عندك منطقة البلاشر اللي حطيناها تكون زيادة، فبنفس البلاشر البرش اللي حطينا فيها الباودر على الوجه بنرجع بنمشيها على هاي المنطقة to make sure إنه everything is blended مظبوط. بعدين آخر ستيب بسيطة بس كمان حلوة، بتعطيكي إضاءة حلوة للوجه، بتطلع لنا بتبين لنا منطقة الخد أكثر. بناخد شوية هايلايتر بسيطة بنحطها على هاي المنطقة اللي هي أعلى مناطق بالوجه عشان يبين عنا المعالم الوجه مظبوطة، شوي هنا شوي عند منطقة الشفايف وشوي بنص الأنف زي هيك. هلا هيك بعد ما بنشوف انه خلصنا البشرة كاملة، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاي الفقرة الصباحية بالمكياج. تعلمنا كيف اساس الوجه، اساس الكونتور، الهايلايتر، الباودر. بتمنى انه يكون الكل استفاد من اللي عملناه اليوم، ويسعد صباحكم وبتمنى لكم يوم سعيد.